waxaan arkayna madaxweynaha dalka oo la jeedin November koor hadan la kulmo mucaaradka waxa la qaadanayaa nin baqay la qaadanayaa jeedin November hadan mucaaradka la kulmo hoosha ma jeedo wad baa xubhiiri waa walaal walaal haya ragay ku yiri baa maayday baqati jooga jeedin November koor hadan la يا كورتا قبل ترتمي وسحبي لا ترتمي يا كورة عي ولا وشورت قلمرنا ماها شنبي بتانو إن ترتن كورها ده وحوق بدعمي وحزب يدين ودعمي أنا قلا يعني عقل ما ها حسوا عن كريان ما عليهم دورشوين كسمالنا وحزبيه ولا ترتمي يا موسى دورشو كيمي عيد على هذا هي رأي فايزر هيك كيسو كذا بهور تاعين تو صد سال هور تاعين هاي ويوم يعني ترتمي يقو دورش يعني كوا ينو دورش اللي جهل كلا وعند داود يلا وحنا كصورنا حرونت تلفزيون كسيبيا وحنا نقصوا بوقت سياسي عبد الحليم محمد موسى وكمدة سياسيين تسمالن عبد الحليم مكسورون يا مكهرة والله صعتها سمالن دوين كود بيو حكتشري خلاف سياسات أنا شخصيا أدوق مركزي نوصل كهيا بس لا بسم الله الحمد لله والسلام يا وسوى الله وهي بسم الله الرحمن الرحيم أرثرنتي دوا حالات أدق بينه كشرنا سلك مران كاس بنا كشوا دوا دوا لما قطبو أيو سلك كهيو مران كاس كشوا ورية هاي هاي تكو وهاي هاي كردس أنا مد كردس شرع درا مشرع لومرين مد كردس شرع عن لومرين قطب كوا دها وأما تيم تحت وإذا تمتي كدك يقول تذهات وقتي الحويني وقتي يشدني هاي أن لور عن شرعي هدي بالكلي هاي هي قضبة دي دستور جها اللي هو كورن شري قضب كلا بعض في الشرح هيك لو أنسي لكن هو يقدر كلا بعد مرنك ما خلافك بدنا كده شيء نحن بها دور شد يارة وجدول كذي رقاله هذي وقت كذي دي هاي أو مدحته هي ده هاي أو تاجن هي لقوا مرمية إن مدحته هي دي بسوه رينس دور شد مدحته هي سوه رينس يتي أروح رؤان مد أروح رؤان شرع الله يعني أنت وصا وجوجلا هي سوه رينس توشين محتوية ده وشرع جدي مقرنسة وحيدور دماي دماي وهاي دني سهر رس ودمسترن ولقوه الرسين أيه لي هاي هدي بتكري هاي دورشة وران شرع باللهين وبوق لابور وأمور لابوري أي سهر رينس أرسلك أما نحرك لبدأ قطب بكسور ريا وحشلي هيد ودي مركن تاريخ وغيره حسوسنا أم أختوا مرن ذي لابوري ذل كان عمدا وين عوحة كاها ده مصبح شلي كل ميوها موسى مرنادين مرنادين يقمورين كلين دين يقمورين وحشلي شو تاجنا ويدويد مدحوينه هاي دي وقتي شنو بكره ما هذا مو صبح وقتي قدوم يكو حقين كي كل مياها وكم ده هارجي كدر قي ريالة وقتي قام مدحوينها إن وقت جدول كي يدقاله يو دورشة ودم بيستريهين وديوان هيد هاي هاي دجانك وواحد يقولوا ده مشتريه إن رجع كود القي كل مية كل مية وقبل لنا ومركز شرنتي رتاوتي عندنا وكل السعودي وكم ده هاول يرجع وجوه قبلنا يكود القي إن دور شداس
جدول كذي هوا شيء ده ما يشتري هنا دجاجة دي بلوردجو والله جزء هو الرئيسي مدح 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 تويدا الجزء الرئيسي ما ترى نحن نركينا مدح تويدي ودي أروح اللي هم مدح تويدي مدي بانو لا ليه ومركان دونا قمرية إما كان أروح ندي قمرية وروجو عن شرعي عبتون عن الأوس ما يصنعين كيقول بس رات شلبي حويني مصبح وقتي حويني دي وقتي اسمك ورد ما هذا يعني حلي اسمك مركو مركو الحا ودن ما هدلك ان دالي نين لو شيكتو ان لقى قبتها ولا شيء دي دهري هلك قرال كيسي دي دمسي لو هاي ما تروح الاركينا صحافة ديو العبورنا يو دلين يرى دي حرق يو عيدة كبطي وشدي سياد بروح لي شري كي كبطن ما تلو لو حري كي هلا وتشعر شغله قاعدين ما انت كابتن كوصل كابتن قف يا حلو حري قف كي على قرني عرض شغله دلين يرى حسر ساس انه الله هذيك سنه وعن مقرن سلومي دان دين وي عبد الحليم وانا بكوتس عندنا حرقة واحد كور انت ما دام كم ده هيدنا مسلين تي حسب كي اضب باباي وقت كان عاوز سوتش وقت مرانا دي سياسي كها سياسي كتبه بل واحد دوين يقول علي سا مركي دور رشدي مدح تاني اللي قال لي لو بدي يكون يتوانكي دور رشدي كسور زيتو ما هين تي قلياش الديان كايو رضا او وقت كي مركاسي مو تاجنين راسي خلاف شري مركا حل كم قاعدين دور شري محتوي ذا نصوها الرئيسية ده مركا حوي ها ده حوي نهي مركا تشوي بكا أقبله ده عقل استعماله مركا تودع هو تحسب كل مية تودع حسب كل مية هو قامني عدنا كل رأسنا لكن شو حوي ده حوي مر والبا قف كل دوني وحد بعيد ذلك مسؤول كاي وافكم دي مدح ويناوي معارضكم تكرسي كاسو هذه يقول كل يرين يا يو كل يا يو تي وحتي جدين صوت درنا بمر سامر وتاعي لكن شو حوي دي قفكم مدح وينها حلك سارية حلك الدنيا ما هو داعي يو عبا دعه يدي بعطيك دعه حوي دي مدح وينه هي مركزها وها إنه وحبدا تنو كلمة هنا مر والبا تناسل كلين عيش كي من أي ما أنت نور الروح نارك إن تي وها سودا وسودا داعي وحنا نارك إن مدح وينه دلكا ولا تدري نوفمبر كور هذا لك كل مم عارضك هلا يقعدنا يا نبغي نبغي هلا يقعدنا تدري نوفمبر هذا معارضك لك هو شال ما نتيجة به حبيبي والله والله هي رجل كوي ربع ما يدي بقاتي وجوه تدري نوفمبر كور هذا لا وين النار بعد اللي يتوك ودعه كل الناس يعني عقل قتلني ما انت واكاس وي تيدي نوفمبر كور هذا يعني لا كل مم حزبية معارك نبقي بالله يقاضني كان صافنا حقوك يدي مدحنا كما باب يطبوا الشيء ما بيدي حقوك يدي عليه ما عندي كل حشر شيء شو كتبه كل أي كيرة معارك ما كا قال هذا دين ولا حشر تينا نو بحنا أنا يحين سو شيء دين سو شيء دين بهذه نكون سيق بصدا من تسكنا وقبتو قف إيه كتر سنة way si fudud ayaan markay 14ka la soo hadleen safiir kulankaas markaa lagu dhex jiray sidii loo soo gelin lahaa waxaana ka horreeyay di waqtiga la isku haytay November markaas runtii ay noqotay gadaalkaas dhacay dadkii dhaxad inay ugu tageen runtii meel adag bay indhee kala marayna maanta aynu taaganahay waxa buurankaas keenay دي حل بين نقول له ما تعال دي كلنا لسي كل ما هذا المسيب بالعمو عبالو كلا عشين له لكن ما أنتوا عايز تاعين تاعي حالة هذا قد حسب يدي معارض كنا أي وهذا الشقين تي يو أقون سنة أقون زيد أقون سنة دي مدحوينا أي دي بدك تشوفين مدحوين يسجنا مصبي إحنا تاعين أنا أبا شرعية أنا أبا حقه لا بقى شنتي درف في نشاش إنه كل تاجنا
marka runtii de waxa arkaysaa guurtidii lagu baxsan jiray markan oo kala khilaaf soo dhigeli jirseena ana iyadii 5 sanadood oo teeram dhana shukrisay waqtiga ay shukrinaysay sharci kuma taagnay horan halkan ugu sheegay teeri koobaysadkii November koobaysadkii November ayuu ka dhacay koobaysadkii waqtigooda u dhacsana oo waqtigii madaxweynuhu xitaa waqtigiisa uu warqad ku soo saaray deer waqti legitimate iyo dhacsan bay xitaa wax ku dhinay yani qodob dastuurka ku yaalla oo qorayay in guurtii isu kordhisay ama isu kordhisayna meelba kuma yaallo waxa weeye de guurtidii lagu baxsan jirayna hadii waa taa teeranka dhan 5 sano ku soo saaray waxa weeye maanta halkaas aynu marayna waxaa hor jiray dadaallo badan oo dhinacyo kala duwan isku xilqaamay sidii dhinacyada sahayl isku soo dhaweyn lahaa wax xalna lagama gaarin maanta waxaa dalka soo gaaray diblomaasiyiin shisheeye sidoo door intee lagu qaadan karaa balse isku soo dhaweeyaan dhinacyadan sahayl kala fogaaday walaahi horta waxa weeye nasiib darro inaynu maanta u baahanno gaalayna soo dhex gasha oo ina dhexdhexaadisa inaynu ka maarsanaaba ahayd waxa weeye de madaxadayga cidda talinaysa ay maaratay tusaysa oo de inkastoo hore u dhacday oo dhinaca kulmiye mar walba watay haddana waxa weeye de intaasoo xal baa la dhex galay ama salaadiin haadan iyo culimaa haadan guurtida iyo labada golaha ahaadaan markii dambena ganacsata intaasoo jeer waxay ka socon weyday dee dhinaca madaxweynaha cunsur carabka lagama dhowre markii runta kaga warrano mar walba waxa weeye dhinaca mucaaradku waa aqbalayeen mandate bay bixinayeen ciddii kala geliya cid walba gelaysaba maantana waxaan arkaynaa waan maqlayaa kulley dee guudheynishka hawaa yimaadeen intii kalena waa imanaysaa waxa weeye madaxweyne la taalla adduunyadii maanta inay ceebtayna ogaatay oo inayna waxba inagu dhammaysan kareen runtii ay aragtay waa wax nasiib darraa weeye oo inuu anaba gaalayn maanta ina dhex gelaysa oona u yeedhinaysa way cabdixale ma dhici kartaa in diblomaasiyiinta tirada badan ee qaadshatay qaarna inay soo socdaan qaarna ay yimaadeen dalka in qodobo ay soo saaraan si heshiis looga gaadho murankan dabada dheeraaday xalka loo laayay muddada sanad ku dhow deerta way dhacday waqtigii imaka udub iyo kulmiyo kale laba jeer bay dhacday lixdii qodob ee u dambeeyey waxay ahaayeen 2009kii bisha oktoobar lix qodob oo waxaa witness ahaa iyagaa diyaariyey oo keenay waxaa saxay witness markaa ahaa safiir xigeenkii ingiriiska john marshall oron jiray iyo ninkii ethiopianka wakiilka u ahaa oo for the government of ethiopia ku saaxay markaaba lixdaa qodob dee waa lanagu dhexdhexaadiy waa lanagu qasbay maantana waxa weeye dee waad qasban tahay marka waxa weeye adduunyadu markay san isugu soo kaa timaado de tallaabo ay kaa gaari kartaa jirta dad qaadan weyda de haddana warwar badan baa ka qaba anugu beriga deemidkee turayaa joogay oo cidda u timaada dhexdhexaadaba aqbalaya oo kuwa u adadag ee doorashadaadii lasoo horreysay ka hor aqbalayay buu ahaa laakiin mowsa dee maanta kaamaaha laakiin se dee adduunyada goodoonka kama nihin waan ku dhexnaala jasiirad yaro goodoona kuma lihin dano iyo dhaqaale iyo deemidkee yahay macaamilaad baa inaga dhexeeya waanu ku qasbanahay diyadeena la macaamilo maanta waxaa la joojiyey mashaariicdii macaawinada in badan oo ka mid a dowladda la siin jiray ee hadda la joojiyey inta kalena de haddii la maqlo waa waxaa inagu filan intaas yani xaqiiqatan waxaan ognahay oo de shaqaalihii dowladda imika la ogeysiiyey shaqaalihii dowladda la ogeysiiyey oo loo sheegay inay kowda bisha kowde bishan soo socota kowdeeda inaan loo hayni wax gunna
basic salary uu la siinayo intii salary ga hayday gunooyinkii laga wajiray yow sheegay waxa wasaaradda hordhan badii waa loo sheegay wasaaradda hordhan badii waa ogyihin loo sii cilaamiyay marka intee bayna ku jiri karnaa khilaaf shaqaalaha dowladda ee wasaaradda iyo laamiyada dowladda ka shaqeynaya ha ha تبين خلاف العقل كما فرن لو دريبا ما فرن افك لوغا شيغي با سيده حقت غوبايت ما سي توسو دي وسالي يلو بس غوغان سي ان شلي وحالي ان شركي وحبرشده ولا عاونو ديكي بان لغا جوجي دوري تمن هيود با ان نعاون جيريو لخ با غو وينايو لا جوجي يعني ان بانتي هوره وحا وشركي قشينتا هلي او حد المعاونين كاسو دنا ان لا جوجي هذا بتقول لي هاي دت كاش شغالة هنا كنوا ينكو دي لو تيجي نلصير لو جروس كا ما انت هدي حل إمام وياه وعري عرتها سنة داون مرن كاسي أسير الحل الوعي أنا وحنا قبل الله بلوت صدح بلوت قدام بين المشهر عيدا حتى أنا لبحين كرنا هدي أنا دواتك كلا عقبت كلا بكرة هدي أنا عقبت كلا بكرة كبت بعدنا واختر كلا بكبت بعدنا عقبتك لو حنا نقرتها حوي ريو تلكين انا ودليرو تان اعتراف هايسن اون يبي يبنيو ادي بن كيري هاي سكان كان الجن قصو بلوني يو كسور دقا سنين لغران كره ميل دا وحبو لين راس مالك او وين دلكن هايست انا حوي وانا بدا ان كو جوجنا ادي لو وايو سفود بانو بربور كرتها sida wax loo dumiya oo fudud laakiin sida wax loo dhisa waa adagta waa fudud ina horan waanu idhiin ina cigaalba waxaan cigaalba wuxuu ku oran jiray nabadeenu oran inay yaro akeesita ay ku xidhan tahay sida wax loo burburiya aad u fudud tahay talmaanta iska xajin karayaan ma nihin ummad badan oo kalena usoo gurmanaysana ma nihin maanta waxa weyn nabadda ay reeraa Soomaalka haddii aan arki kari weyno oo inaga burburto waxa weeye dee wax inoo hadhan jira ma aha inaan daawano waxaan arkaynaa maanta dhaqaale halku maraya inaan waxba iib wax iibkii inaan dugulotal daruurigii mooyaane wax kale la kala iibsan dhulkii baa la kala iibsan gurihii baa la kala iibsan dhaladii ku xigay imanka wada xidhay dhaladii baa qaar badan ka xidhan yacni gaadiidla baa la kala iibsan wixii soo degayay baa xitaa yaraaday aan wax investment oo cusub baan jiraynin qof waliba marka cabsi political crisis ka dhaco waxa dhac istaagaya hadii aan tiriyo wixii ganacsiga iyo dhaqaalaha oo dhan ba istaagaya waxa way hatta qaar kood waxa uu leebka garacad baa la sheegayney containerada qaar soo dhaweynayaan oo ganacsiga qaar uu wareegaya waxa way deeyo in laga fakaraa anuu waxaan baa sidaa warad habeenkii waxaan ku warwaro dadku miyaanu waxaan u muuqan waxaan miyaanay u muuqan xisbiga kulmiye waxa uu ku doodayaa in waqtigii xisbiyada waqtigan jira uu dhammaaday islamarkaana ay la mid noqonayaan ururada cusub islamarkaana ay qayb ka noqonayaan wadahadallada doorashooyinka iyagoo xisbiyadii iyo ururadba ay siman yihiin arrintaasi sax ma qola muuqata adiga maya wax ka jira ma jira dastuur baynu leenahay shuruuc baynu leenahay dastuurkeena aynu dee dhiganay inaynu ku kala baxno weye dastuurkaa saddex xisbi ku yaalla mar walba saddex xisbina jirayaan mar walba ina saddex xisbi jiraya ma jiraya xisbi sidiisa u baaba'aya xisbigu wuxuu doorasho wuxuu ku lumin karaa uun xisbinimada doorasho uu galo dee runtii taariikhan dib ugu noqon ma jiri laakiin waxa way marka hore waqtigii cigaal sameeyey looguma talagelin ba xisbiya dhaca lix bilood baa qoladii diiwaangelinta loo qabtay inay xisbiya soo saaraan xisbiyada shahaadaha la isda expire ba maylaayeen laakiin markii dambe dowladdii siilaanya ayaa 10 sano iyo waxaan sharciga la sameeyey kanna waxa weeye wax dastuurkeennu wax sharcigeennu ma yaqaan wax vacuum la yidhaahdo waxaan tusaale kusoo qaadanayaa deegaanka berigii dhowey deegaankii hore dee waxa ku 8 sano fadhiyeen waqtigoodan 5 sano ahaa 3 sanoba sharci darri ku fadhiyeen yani waxay ku fadhiyeen sore legitimacy iyo kordhin la'aan bay ku fadhiyeen maxay markaa ahayd ugu dalishanayay
بابان فاكي مشري وحبدل يون ديوان ما ها دجان لصوت دورت قلت دجان أكل لصوت دورت هاي أنت هيمان يعني يقف ليه يقف شقيني شقدي هاي يا مدحوينه ما أنت أختي شو ودعه تبنا فمبر إلا أنت مدحوينه بدلي سكاسي شقيني سكاسي شقيني قاعد فاكي محلي هذا ما مرنا دستور كانوا ما يقانا شروع لنا المتقانا قهوي حسبي نوح حسبي بدله وين لهلا وانا حساب لهلا مر والبا صدح حسبي الدستور كانوا غلوا صدح حسبي مر والبا حسبي بدله وين جرى وما دورشها كدعه ودورشها كقال لكن سكل او حسبي سكبا بايو حسبي ورسك اور ونقني اور ونقني ذلك مستعلى شريك وزير كمالية دوان وحاول شيء إن دين لقولي دولدة، إسلام أركان أشير توه صورة على قاله، سمال لا إنتين لك بي أي كرات إنك تشير كرتوا اسم رواج السياسة ذات يمرن تشير. وأهرم ده وزير كواتيم بابليك لو الكشة جاي قلا وكلا ده شنو يفرت مليون حكومة دلولي هي دينه سنة كي كورينا في أول الشيء يعني ده بيساندنا ديفيست كجيرتو هو سدعه كجيرتو سنه كاس سنه كورين و خوينو شيغي 22 مليون ان دينتو تاع هل سنه و خا كموقنسا 33 مليون او دولار ان دينا انو قال لي دينتا و خو كمعني شيركو انو ان اي غلين كابيال اي كمي هنا ام زي اتشيو دسميال مخان دامم حلو نعاس حسوي دين له مشان دي ماني مشكور عقود شرين كابياشا يعني مشان دي مشكور غالي عقود شرين عقود شرين هدي عقود شرين محل قو استعماله فان كلاوي ما ده الدين ته نرنتي أرن فضمة مرك شركي تاقري شن يحفظ مليون لقولي صد صد حيلاتن مليون سنة جودي هي الاستعمالي وح لبعض المرات بموشنس بده واحد موشنسة دولة تي تجيش أو المودين دو حسي أو رصانس دولة تي تجيش أو سنة جودي هي دي أي رنتي عاد مدة لونس بدن وشرو حسابات كنا ويكد حساب عين كنا ويكمل عم بقدس دي كلها وكذا وتشجعين يعني واحد دينه هو فاتسة ولو قبته أنا شيرين waxa kale oo runtii keenaysa taraskii iyo kalsoonidii xukuumadda lagu qabay leedeen bay ka qaadanayeen ganacsatada deen ka qaadanayeen shay walba ka qaadanayeen ama istishiraat ama alaabaha taqlab gasdo deen bay qaadan ama jidalaat in aaminki xumaado oo aan ganacsatada imka aan sidii hore u xubsinin oo deyntoodii hore uun ay garas garaatada runtii waa arrin dhaawac ku keenaysa dawladnimadii تريد ما تقول كنيسة أو حيال عن لاي هاي هدية بتكلي هاي هدية عن حل سياسي دك دك اللوه رخص اللوه هيلين إيه إن بيحي سقاب إن 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 ما تا لو قلت دو exit strategy أو كجاه بحو يعني سقاب كان أدق أباه رنت كدي عن دوتين إن دي رجلت أشوف أنا إن إن ور ولا عكس كلها تلنيا لكن ما أنت عد عريدي جوجو بدك كشرته عبته يو حاسو دان دوشة كسارن يعني يا حوي ت ومصبي حوي. وي إن دوردن مرة كده واحد كفانت إن أي حكمة سي لونسيا لعاجيه يمصمان سوقي وحاي لا تقلنت. ساعة شهتنا وتن سنة جودي هي سدح لا تم مليون دينة. أكو بيرت دين تورا لبي لا تكبر يعني هاي. بل هذا الكلام حكومة ده يعني مرة كده يكون عرسي يدري تفرح بدل سدح سوق وين هذا حيم. والله إني واحد حساب تربان ودي هدي الله هدي وحلينا وش يجي ليش كي دين تاسي إنه مغيه ليش كي دين تا فرع بدن له وزير كل شيء إنه دي بك كيني هذا أنا دي الله سحني حساب الكل الله سحني بحاول يدي وحنا قبائل واحد الله نصدين تا سنة جودي سدح لا تملين إنه دين الجلّ إنه إذا نو بتشت كأنه هالكي هو أنا أحسن إذا هو جزء رئيسي مري تحوي وواون تقول تيجي شو الله سهله
ugu dambeyn sida aragtay in ku jiro halkan murankan dabada dheeraaday doorashooyinka Soomaaliya halku waxa weeye halku fuud yahay waxa weeye inaan daawadayaal ka noqon ama sirkeen iyo dalkeen iyo nabadgelyadeenni marka waxa weeye message-kan waxaan u diri lahaa inaan oran lahaa waxa weeye culimada madax dhaqameedka haldoorka ganacsatada inay arkaan dibka iyo kusoo xufool le wadanka inay murankaasi jiitama inaynaan si xamili karayn dowladnimada inaynaan xitaa si xamili karayn haddaynu ma garanaysaa xataa bal colaad iyo dhib kale ka baxsanno inaynaan xataa dowladnimadeena sii jiri karayn marka waxa weeye in dhinac walba laga eegaaba u baahantay inay keeni karto wax walba dhici karaan waa lagu xisaabtama marka waxa weeye message-ka maanta waxaan u dirayaan uga faa'iisanaya in ninkii xil dhibaa ka mid a dadka ganacsatada ama culimada dhinac walba qeybaha bulshada maanta ka kacaan oo aan runtii la odhan gaalundhoer wax ka sugaynaa laga kaco oo cali gar la eega idna gar la isluguma eega cari iyo carna inaan isku dhex daawanno inan ku dhex jirno waxa weeye dee meel xun bayna la tegaysa in ninka qaldan aan la qabto oo ninka talkiisi u horeeyo talkiisa waayo nin waalan talkiis baa unbayr qaba ninka ka ugu horeeya talkiisi inuu qabto yidhahdo unsur haqa daaliman oo madluuman baa leh markuu qaldan yahay walaalkaa u hiili markuu qaldan yahay marka laga qaldan yahayba marka laga qaldan yahay waxa weeye qaladka ka qabato waxa weeye inaynu runteenu isku caanamaale inaan isu sheegi jirnay inay runtee isu sheegno oo halkay ma garanaysaa taallo dhib ku yaallo aanu ku dhiirano waa mid mid kale waxaan odhan lahaa ururada maanta soo baxay toban baa laga dhigay sooma toban urur iyo bal caqligeena markaynu isticmaalno iyo saddex xisbiyo hore u jiray maanta haddiiba la yidhaahdo toos ha u tartamaan dhaqaale intee lagaba baxay waa sidii madaxtooyado kale markii halkaa soo gaadhana ururadu awel waxaa ka qaadi jiray culayska kale dhaqaale waxaa ka qaadi jiray deegaanka oo dabadna xubno deegaan oo dayagu iskharash gareeyay bay soo xulan jireen laakiinse maanta tii ma jirto waxa weeye waa doorasho toosa marka la leeyahay waa tii madaxtooyada intay ku bixi lahayd yacni minimum waxa ugu yaree maanta kaga baxaysa ururada ay le wax baanu gelaynaa doorasho toosa ugu yare waa ten million ugu yaraan toban million saddex iyo tobankaasi markay bal markaynu ugu soo yareyno ten million meelayaan xaggiigu waxaa ka soo dhex baxayaan waa saddex xisbi bakhtiya nasiibka intaa leeg iyo dhaqaale burburka intaa leeg yani maaha inuudeena u bar caqligu isticmaalaan inay u bardheeraan maaha waxaan kula talin lahaa maanta waxay mana jirin dee ilaa haddana sharci oo ogyihiinoo doorashe lagu galaa ururo ku galaan ma jiro caqliga waxaa ka shaqaysiyaan waxa u dana anigu kula talin lahaa degaankooda inay sugaan dugaasigaan oo ay kharashka si ugaga baaqsado dad ay u xulaan waan maqlaya magatilo in noocaasoo socdo qaarkood caqli keeneen marka waxa weeye inay degaankaa la sugaan saddex sannadood iyo bilo yar baa hadhay saddexaa sanna hadday sugaan ururadu kuwa udan iyo kuwa la midiba de waxay la sugayeen shan sanna kadib ay baxtooye galeen intaanay sahabeeyaan kharashkooda iyo dhaqaalahooda urursadaan taasaa u dana taasna ururadana taasaan ujeedin lahaa taasaa maanta idin dana mid kalena niyo halka waxaan jeclayna ka sheego dhammaan dadka reer Soomaaliland u sheego suurtagal maaha suurtagal maaha cire iyo faysal reerarkay kasoo jeedaan soddon sannaa laga hortaagan inay talada yaa ka hortaaga waa la tirtamayey waa xisbiya lagu tirtamayey ku raaciyo waliba suurtagal marna maaha shan bibitaanu idiin samayna saddex yaroo garanaysaa urur baanu idiin samaynaynaa oo loo samaynaya reerkaasoo bibitooyin dee weeye imakaeegii faysal cali waraa iyo labadii xisbi hore shan baanu idiin samaynaynaa ururoo dabeedna tartama la tartama oo lagu garanaysaa adkaysto dad waaweyn mas-uuliyiini tartanka ururada dee waxba dhici maayo xisbiyadiinu dhici maayaana gala yani caqli maaha waxay socon karayaan maaha
حليم دورشوين كسمالنا وحسبيه ولا ترتمي يا موسى دورشو كيمي عدنا على هذا هي رأي فايزر هيك كيسو كذا بهور تاعين تو صد صار هور تاعين هاي ويمي أنا ترتمي يا دورشو أنا كوا أنا دورشو اللي جهل دورشو شرعي على جهل دورشو عمل احتوية على تاعين هاي هني لا سرادة وسنة يفرر جود وفرر كمرك تاعين هاي سنة سنة شو حي كمان فرر ما تيم يحتويه على تاعيه ما هنا نكون مبارس إنه بقرانش دور وريو حكوا مبارس إنه تيم يحتويه على تاعيه مدع وينه ديار وينه مصبيح ديار ونقطة دورش نسيب كيسك القادة دي أوكي هلا دي مدع وينه نقطة ولي كان يسيب دي مركلة أو بنان وترد نقول فريه ما تو حارقي سقال كي بيرود حتى يسود يسود شيء دين بس كده فري البالمري تبعنا حوي سيفشل درابة حلو صور هاي حسب لو بدلنا دور شوي لو ما قلصت ده كسر هيك حاجة يا شيء كسر يا الرئي فيصل قال يا هو وانا عندنا كم بحنا يعني قبائل كم بحنا ما انت انت اك شوك شوك تنا وحاب بدلنا دايما كذي هاي موسين تاك كاغ الله يس وعن بقرز كنت عاجير الزنا انك سدد بدنا وانا عسير جانا ورانين توني بسنا قبيل كنت عاجير ايه بشرة راح هو يوحى سكاكين قل دمي ورنتي بريهان دم بدي عوي وقت كان مصبح الملعيان نقضي قبي حنا لسون ولي قد قيب بين نقطة هي قبائل مرجع حوي ده هنا سجن عاقل نقطة قررسها قبيال دي سوق عيا عند اللي يرى اللي حكونا مر لسوق هنا يقول لها غير بال غير كده 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 والله تجيرني يعني تحق أنا لقى لحشون وياه إن أنا أفكون لأن عنا نافكن أفكون كده وراه ده مش عناسه إن شاء الله هو هذا اللي هي dar laan baa lagu wada hadlay hadii waliba halka la isla soo dhaafo ya oo calayahay aqaligu ha shaqeeyo intana meel ka xun gaarin ma haygaan jabaad laakiin waxa weeye waa inaynu aragna deemaha aqaliga dadku ku ciyaarno cayno aan waxa weeye aan u fakaraa si dad majuura saddex urur baan sameynayaa oo nin sameynaya oo ka fiican labadiina inana ma garanaysaa xisbiyada leh يا مركا كوا كوا ستورتا هذا رب وحش شقي كريمة صدق صنع لك كور تجنانية ما شقينش مصبيح انت انت يمك انت غير كسوت شيء ده انت ما تحتوي ده فدين رنت انا كانت جاي ورمية مش سنود بفدي انا عقال مش بستدي السنة ده وحكو في جيين احمدين من احمد يكو حكي أقول حاجة. يا دي يا بحنا بحنا كي أقول حاجة. وها تطبص أنا مستسنة. أي بدي أقول حاجة أنا. بس ما أنت ناس لشان سنو مريش كوكي. وصدق حيتهم سنو بيها. يا صدق حيتهم سنو. كان سوت الرنت حقيقة ولا هذا الله. تددك كلام فراجين بقى وهالكين يا الجوري يعني سوى حاس أنت هترن سو دورش عجا الله أحيوس في سيل استق موسى ما أنت فري عليه أنت هو دورش كي مادي ما حد تدك كلامنا دورش يجو وقول يسمع سو سياسون لقاه بدين دورش ده وأقول له أنت دورش دي هاي قبته أنا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن توربة لا بس إنه بده حوينا هايو هدي بنت كيري هاي سو وقت يصير لما يسمع بالغ قال سوى تيسير ولا مش سوى حب دلكم حوالين بمعارض وسمي أنا بيحكم إذا هرجع وسميني أنا كأي كم إذا ورجع شو لين ما تيجي شو قاعد كم إذا هاي إذا عسيلة حوالي أنا عد سير صبر برجلة مشرين سير تري محل وقعد يمحوك على لوكردي مشرين هلا قاسك بح بكي هدي بتكلي هذا شيء سوى مقعابي تلاقي كوريشين قاوي وحاشو لنا دي وهاي هاي نحن كل شيء سعنا
طريق أنا شل هين مقرن أشاور بل وحي الصومرة كجا بحزتانه غير ماذا كقبائل كجا بحذان أو بحذان حب ديمقراطية أو حلاسكو دورته أو دور شو إن كايو قرية سوديب كاسكو سعودة طريقه ولا قبائله طريقه ولا قبائله حلو بيره إن هذا قار لقي لاليو قار ليه وحمر يب بحلك مقعي مر نمر لوب حيو مش أم بدي رو عن شقينا درج تامر اللي زمان يزدو مر هدي بن كلي هلا ليه هدو مر برجع عاد لفرو واحد سوح شقينا يوم ما هي وحلا يها نيو عن شمال اللي هنو تعيش وشيك هاك دو ديال انت سوح نكسو قبل قبين انا ورس كوبان وانا يليني سياسي عبد الحليم محمد موسى وكمدا سياسيين تنسومال لان تاسیو آن دیره تو کشور نیو رسیاسی حالا ده عکرنه سومال نه وقتی که تگن ارمه های دور شویی که یه سیدا کلا مرحله کلا سیاسی که عبدالحین آدیاد بود ماست. واو اسبوعی که سوپی عایز احیم. وقت کیش سما؟ ماشاءالله. سه ماه کش بسته. وعکن کش عبدالحین مفرم. طبعاً دولار بات کش من کرده، شنبات کش من کرده، شنیه تون بات کش من کرده. لباس تنبات کشمان کرده.